طيب، واللي عرفناه برضو من العصفورة إن حضرتك عندك ولد وبنوتة أطباء برضو وناويين يكملوا. كلمني عن وبنت ولادك. لو البنت دكتورة في طب أسنان في ما شاء الله، 5 السنة دي، الله دكتورة أكبر، سهيلة، ومن الآن بتحاول يعني تقتدي بالمبادرات الخيرية. الله ما أكبر، تتأخرش عشان حد يروح لها في ما شاء المستشفى الله، خالص إن شاء ما الله، شاء الله، جامعة القاهرة. الله أكبر. طيب حضرتك بقى كلمني عن حياتك الشخصية، أصل اللي جواه الخير قوي كده، نزعت الخير في شغله، هتبقى أكيد نزعت الرحمة دي معاه في حياته الإنسانية. بعيدا عن الطب، حضرتك فكرت في إيه تاني لأهالينا؟ واسمح لي أسألك سؤال، ليه حضرتك ما فكرتش في كل ده غير بعد ما بلغت سن المعاش؟ لا، هو في مبادرات كتيره، بس الواحد قال يحترم نفسه بقى، المعاش خلاص ويحسن الخاتمه يا بقى. نهار أبيض، ده حضرتك يعني، ده حضرتك الحمد قدوة، لله. الله ده يجزيك. حضرتك لازم هو تقتدي بيه. المبادرات التانيه اللي الواحد يتمناها فعلا من الاحياء بقى، بتشجيع من الحكومه، ان يتعمل مشاريع صناعيه لكل حي. بمعنى مثلا حي سيده زينب مثلا منتشر فيه النجارين. حلو. نقوم الحي يدرب الشباب ويعمل لهم ورش نجارة. حلو. تمام؟ جميل. حي تاني مثلا يتبنى الشباب بتوعه مثلا في شغل الحدادة، في شغل يعني يعلم بنات وأبناء الحي حرفة مفيدة. جميل. نهتم بالموضوع ده طبعا، لأن الحرف بدأت تندثر. ده حقيقي. الأشغال اليدوية، التريكو للبنات، النجارة للصبيان، كل حي يعمل اكتفاء ذاتي ويطلعوا منتجات وتتباع المنتجات دي. زي منافذ بيع تنظيم الأسرة بالظبط. في الكلام ده كان موجود زمان، ومنافذ بيع السجون موجودة في العباسية، حاجة شبه كده بالظبط، إن هو يبقى مشروع بيصرف على نفسه وبيعلم ناس كمان. بالظبط. وهيستقطب الشباب من على الهاوي والكلام ده كده، هيبقى حاجة نافعة يعني.